يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض أقاربي يوجد في منزلهم كلب ويقولون نحن نحتاج إليه في الحراسة علما بأن بيتهم كبير، فهل ننكر عليهم أو نتركهم؟ الحراسة إنما وردت في حراسة الماشية، حراسة الزرع أو الماشية، ما حراسة البيوت ما ورد أنه اتخذ فيها كلاب، إلا إن كان الكلب خارج البيت عند باب البيت من خارج، ربما أن الأمر في هذا سهل، لكن إن كان داخل البيت ما يجوز، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم.